الوجه الجديد اللي أول ما الناس شافته احتارت، هي رقيقة ولا شقية ولا فيدات؟ بس اللي ما اختلفوش عليه جمالها. 2018 وش الخير عليها، بتلعب دور البطولة في أكتر من مسلسل، هي نجمة منورة في بداية رحلتها الفنية. تعالوا نتعرف عليها أكتر، من تونس لمصر، عائشة بن أحمد. أول مشهد ليا كان في فيلم سوري اسمه صديقي الأخير للمخرج جود سعيد. التصوير كان في سوريا، وفاكرة كويس ان انا كنت خايفة قوي ومرعوبة عشان اول مرة بمثل، وبعدين بمثل بلغة او بلهجة مش بتاعتي، انا بمثلت بالفرنش، فالموضوع كان صعب قوي ومخيف قوي. فاكرة ما كنتش عارفة حد، ولا المخرج ولا المنتج ولا الممثلين ولا حد، يعني كانت مغامرة ليا التجربة دي. واول مشهد طبعا كنت خايفة، بس بعدين تمام، يعني اول ما خلصت المشهد ده تمام، فكيت وكنت تمام. دوس كوم لو ماربر بيل كوم ان ميراج سيتي لو بروميير ميساج كو تو مافي انفويي. حصل لي موقف، هو انا دلوقتي بضحك لما بفتكره، بس ساعتها طبعا كارثة. وانا مسافره وانا رايحه سوريا عشان امثل الفيلم ده صديقي الاخير، طبعا اول مره امثل فيها فمبسوطه. وانا في المطار شافوا الباسبورت كده، قالوا لي طب، قال لي انت مش هتعرفي تسافري؟ فقلت له ليه؟ قال لي الباسبورت خلصان من مثلا 3-4 اشهر. فدي حاجه طبعا اهمال، عشان انا ما بصيتش خالص على الباسبورت. فاضطريت طبعا أأجل التصوير والسفر مثلا 3 أيام حاجة زي كده. فده موقف أنا دلوقتي لما بفتكره بضحك عليه، ده كان عشان نصور أول مرة في حياتي حصل لي كده. البدايات دايما صعبة وما بتتنسيش، وأول مرة في كل حاجة لازم بتسيب علامة. في مرة في مسلسل شهادة ميلاد عدنا مشهد كتير، مش فاكرة المشهد ايه، بس عدته كتير قوي. والمسلسل ده بالذات انا صورته كله وانا في حالة توتر، وانا عرفت ليه السنة دي، عرفت انا ليه التوتر ده. كنت يعني لما بتعب ويجيلي ارهاق بشرب قهوة، يعني بعد بنص ساعة بحس بارهاق تاني بشرب قهوة، بشرب مثلا 8-9 قهوة في اليوم. بآخر لقي نفسي بترعش وبعمل كل مشهد بغلط كتير وبعيد كتير. فالسنة دي أنا عرفت أنا حصل لي في المسلسل ده كده ليه، بسبب القهوة اللي أنا بشربها من الصبح لليل، فده بيعمل لي أزمة في الشغل. فعدت كتير، ده المسلسل الوحيد اللي أنا قعدت فيه كتير يعني مشاهد. إيه ده والنبي، يعني خلاص مش زعلانة؟ خلاص، أنا فكرت ولقيت إنه ما ينفعش ألومك. طبعًا، عشان أنت ساذج وسهل إن أستاذ محمود يضحك عليك، فأكيد ده حلبك في الكلام زي ما قلت لي، وانت رحت بكل عبط حكيت له موضوع سارة. في تونس برضو أنا ممثلة سينما أكتر من مسلسلات، ومصر هو الشركة سينرجي اتصلوا بيا، وأنا كان ساعتها عندي تصوير فيلم بطولتي في تونس، فكلموني قالوا لي مش عارفة إيه، ألف ليلة وليلة، وأنا ما أعرفش حد، والله ساعتها ما أعرفش حد هنا في مصر. فافتكرتهم كده بيشتغلوني، قالوا لي اي كلام، يعني بيقولوا لي احنا شركه كبيره، وانا ماشي تمام. فبعدين لا، بعتوا لي الورق ولقيت ان الدور حلو قوي، ودور بطوله ومع كاست حلو ومخرج كويس. فخلصت تصوير الفيلم وطلعت على طول لمصر، مضيت رجعت تونس، عملت شنطي بقى ورجعت تاني على مصر واستقريت هناك. دي كانت اول تجربه ليا في مصر في الدراما، يعني هم اتصلوا بيا، واستاذ رؤوف عبد العزيز هو اللي كان مرشحني. طبعا اول ما دخلت استوديو قلت واو، ايه ده، يعني الكرومه كده كبيره قوي، والمكان مركب كبير وكده. انا الصراحه عمري ما شاركت في حاجه ومثلت في حاجه كبيره قوي زي الف ليله وليله، فكنت مبهوره قوي وسعيده وحاسه ان انا محظوظه بجد ان انا امثل في حاجه كبيره كده. وبس فاكره طبعا امير كرارة اول ما مره مثلت معاه
انا طبعا لسه ما اعرفوش، وهو كان بيعمل دور نجم الدين ولبسه كده وشكله كان يعني مخيف اللي هو نجم الدين عشان فكنت بخاف منه في الاول، وبعدين اكتشفت ان هو انسان جميل قوي ومحترم وجدع، ويعني على عكس العضلات اللي احنا بنشوفها دي ممكن. لا هو انسان جميل قوي. بس عايز اعرف اسمك واهلك. قلت لك ما تعرفش مني. انا اول واحده مضيت بعد محمد رمضان في مسلسل نصر السعيد، فاول مره رحت له المكتب مع الانتاج والمؤلف والمخرج عشان نقعد نتكلم بقى ونرغي شويه في المسلسل. برضو كنت يعني كانت مفاجاه حلوه قوي بالنسبه لي، يعني كنتش فاكره ان هو كده، ان هو جميل ومحترم ويعني بيفكر في مصلحه كل الناس وبيفكر في كل التفاصيل ومش عايز يكسف حد وعايز يبسط كل الناس، فكنتش فاكره ان هو كده الصراحه. وبعدين لما اشتغلنا مع بعض وقعدنا مع بعض برضو يعني لقيته ان هو كده بجد. انا دايما اول مشهد ليا مع اي حد ببقى مش مرتاحه قوي، بس هو بالذات عشان هو كاريزما وهو حضور ما شاء الله عليه وموهبه، فالممثل اللي بقى قدامه بيبقى في الاول متوتر شويه، بس لقيته لا هو حتى كممثل يعني قصادي لا هو بيساعد وبيطلع مني يعني طاقه حلوه. يعني انا وانا بمثل معاه ببقى مستمتعه قوي بالشغل معاه، بالتمثيل بالاداء، وبيدي وبياخد، فده حلو قوي. انا بالنسبه لي بستمتع قوي من محمد رمضان في الشغل. مصريه وحياه ربنا البنت دي مصريه وبتستعبر. اعملي انت شفتي ليه اللي في الاخر دي؟ تعرفي دلوقتي عمليه مش مش عينك مفتحه؟ انا جبتها صح؟ اه صح جدا. هي هي. لا سيبك ايه؟ لا مش تقيل، هقول لك على حاجه، خدي نفس وطلعيه في الزبروطه بالراحه. انا معروفه ان انا بنسى كتير، ان انا بنسى بسرعه وبنسى كتير، يعني ممكن اتخانق مع حد او بزعل من حد وبعدين بكلمه تاني يوم او يلا نقول تلات ايام كده وانا ناسيه، فبقول له ازيك ايه اعمل ايه وانتي لسه وانتي مش زعلانه مني خلاص. انت فكرتني على فكره انا كنت. طب يلا باي.